المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو. المواقف العصيبة يتخطاها المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنيا في ذكري. ربي تبارك وتعالى يقولها لأنبيائه وهم ذاهبون لمواجهة فرعون، فهل هناك أصعب من فرعون؟ اذكر الله تنجو.